مقام الأورفة هو أحد فروع مقام الحسيني، ويغنى بالشعر العربي الفصيح، وموسيقاه تخضع لإيقاع الوحدة. في مدينة الموصل يسمى هذا المقام مقام ديوان، وقد تطرق إلى هذا المقام أكثر قراء المقام العراقي. قيس عبد الرزاق سوف يؤدي هذا المقام، ويغني بعده أغنية الكون إلى جمالكم مشتاق، وهي من كلمات وألحان الملا عثمان الموصلي. Thank you.
ولتجتحيل ولتجتحيل عيناي من عيناك أمان 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 ولتجتحيل عيناي من عيناك أمان لا حول ولا قوة إلا بالله.